السلام البنات، لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كتعاودوا؟ كلشي مزيان؟ صحيحه؟ لاباس؟ كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم احسن الاحوال. وما تنساوش، الا كنت اول مره تشوفوا الفيديو ديالي ضغطوا على زر الاشتراك وابوني باش يوصلكم كل جديد. المهم، اليوم جبت لكم بواحد الوصفه رائعه جدا صراحه، وصفه زوينه بزاف لكاع المشاكل البشرة، كاع المشاكل البشرة من حيث التجاعيد، من حيث التصبغات، الجفاف، وين كتصلح جميع أنواع البشرة وصالحة جميع مشاكل البشرة. طبعا هذا المكون الرائع الطبيعي جدا اللي هو لبن الذكر. هذا لبن الذكر موجود صراحة في دول العرب، خصوصا على ما اظن في قطر، عمان، سلطنة عمان كان موجود بفترة. المهم موجود اصلا حتى هنا في المغرب، موجود الناس كيجيبوه من دول العرب. هذا مكون طبيعي جدا، واحد الشجرة هي اللي كتفرزو وكيبقى على هذا الشكل هكا بحال شي حجر، بحال شي حجر. وهو اصلا راه كياكلو، حدا ناخذ غير طريه صغيور ومضغوط، كتحسي بحال شي علكه، يعني بحال شي علكه، وكتحس بالمذاق مر. يعني ملي كتحس بداك المذاق مر كتحسي باللي راه هو اللي عايش كنهضر، يعني اوريجينال. دونك وكياكلوه، كاينين الناس اللي تياكلوه، كاين شي امراض صالح ليهم هاد اللبن تاكر. المهم حنا غادي نهضروا غير على الكوتي ديال الدشمي. هاد لبن تاكر هو مفيد جدا، هو اصلا تيديرو، هو لاباز ديال بزاف ديال المنتوجات ديال التجميل. لحقاش هو يساعد البشره، كيساعد على مرونه البشره، وكيعطيها نضاره وصفاء للبشره، وكيعالج التشققات والخطوط ديال الخطوط اللي تيكونوا في الوجه. هو كيحارب دوك الخطوط، هو كيزيد من سرعه تجديد الخلايا، وكيحمي البشره طبعا كما قلت من الشيخوخه، ويعالج الهالات السوداء والتجاعيد تحت العينين، وكيعالج حتى اثار الجروح والبقع البنيه اللي كتكون في الجلد، وكيفتح البشره. دونك فوائده جد جد رائعه، ويعتبر كولاجين طبيعي للبشره، وكيساعد على زوال الحبوب. دونك كما كتشوفوا هنايا الطريقه ديال الاستعمال، ناخذ غير معلقه صغيره، وغادي ندير في وغادي ندير هكا نص كاس د الماء، ما عادي غادي روبيني، وغادي نخليه ليله كامله حتى يطلق، حتى يطلق داك الليك ديالو كيكون اللون ديالو ابيض. ونخليكم مع بقيه الفيديو. صافي، وحنا ملي خليناه ليله كامله شفتوا الشكل ديالو هكا كيطلق هاد البيضيه هذه. المهم غادي ناخذ دابا الصفايه وغادي نصفيه المحلول ديالي. المهم هذا المحلول عادي نديروه في شي قرعه، ديجا عندكم شي قرعه هكا كنصفيو المحلول ونديروه في قرعه، وكنبقاو نرشو به الوجه ديالنا كل ليله، وكنخليوه مده ساعه، وكنغسل وجهنا. مهم بالمداومه، غادي تلاحظوا ان الوجه بعدا كيتجبد لحقاش ما كيحيد تيحيد الشيخوخه، يعني تيحيد داك التجاعيد المبكره، تيحيد الاثار ديال الحبوب والحبوب، وتقضي على مع المداومه طبعا تحيد الكلف، وصالح لجميع انواع البشره، يعني تخف بها حتى شي بشره يعني الحساسه هذا، يعني صالح لجميع انواع البشره. ويمكن لي من هذا المحلول صوب لا كريم اللي كيتفتح اللون ديال البشره. هانتوما غادي تشوفوا مع الفيديو كيفاش غادي نصاوب من هذا المحلول هذا، نصاوب كريم اللي تفتح البشره. صافي، هنا غادي ناخذ هذه العلبه هذه، وغادي نفرغ هذا المحلول هذا. صافي، وغادي الى عندكم فيتامين او يمكن لكم تزيدوا فيه كبسولة واحدة ديال فيتامين او، وكيبقى هاد المحلول مدة 15 يوم في التلاجة عادية، يعني في درجة الحرارة اللي عادية، يعني غير في الباب ديال التلاجة تما فين تحطوه. صافي، تبقاو تستعملوه كل ليلة. نتوما كيما قلت لكم بلي صالح حتى لهذا الهالات السوداء اللي كتكون حول العينين، حتى تما كنقدر. المهم هاد المحلول كنديرو لوجهي كامل،
وكنتمنى انكم تجربوه، لحقاش محلول واعر كما قلت لكم، راه لاباز ديال بزاف ديال المنتوجات الغاليه الثمن ديالها، هي لاباز ديالها تيكون فيها هذا، خصوصا هذوك اللي كيكونوا ديال محيط العينين وحتى ديال الشيخوخه، يعني كيجبد الوجه. وكنتمنى انكم تجربوه. دابا غادي نوريكم كيفاش غنصاوب في هاد الكميه اللي بحال ليا كريم. ايوه، هاد طريقة الاستعمال، طبعا كننظف البشرة جيدا، يعني كننظفها مزيان وكنرشها كوجهي كامل بهاد المحلول، وندير مساج خفيف ونخليه وتخليه ساعة كاملة وتغسليه وترشيها بما ورد. صافي تنسي ولا كنت كديري شي كريم ليلي، ديري كريم ليلي. دابا ندوزو لتحضير داك لاكخيم ليكيد. دونك هاد الشيء اللي شاط ليا، غادي نزيد فيه معلقة صغيرة ديال النشا، وغادي نديرو فوق العافية، وغادي نبقى تكون العافية مهيلة، ونبقى نحرك حتى يكون القوام حتى يتعقد. وانتوما نخليكم مع بقية الفيديو. صافي كما كتشوفوا ها هو ولا عقد، دونك غادي نخلي شي شويه حتى يبرد، وغادي ناخذ هاد القرعه اللي ديجا كانت فيها واحد لاكريم سالت ليا، غسلتها وعقمتها، وغادي نشد فيه هاد لاكريم وغادي نحتفظ بيه في الثلاجه حتى هو 15 يوم. نبقى ندهن به هكا وجهي ويدي والرقبه وداكشي كامل، هو كيصفي كيوحد لون البشره. دونك دابا ولا عندي كريم وسيروم واعر وبزاف ومغذي للبشره وصحي، وتخلي البشره زوينه زوينه زوينه، وما تكونش فيها حتى انه تبقاش داك الحبوب والاثار الحبوب. كنتمنى انكم تجربوها. في هاد جوج المنتوجات فهما رائعين جدا كما قلت لكم البشره. دونك هاد السيروم هذا غادي تنتظروا بزاف ديال الوصفات الطبيعيه كندخل فيه هاد المحلول هذا اللي كيعطي نضاره واشراق للبشره. كيما كتشوفوا انا طبقت لك كريم في يدي باش كتشوفوا انه راه يعتبر كولاجين طبيعي للبشره، كيعطيها المرونه والصفاء والنضاره. كنتمنى انكم تجربوه، وما تنساوش الى عجبكم الفيديو ديروا لايك وخليوا لي كومونتير زوينه اللي كنقراها. السلام عليكم.